واصلنا البرنامج ديال الزيارة للدائرة الاستئنافية بابن ملال، وتوجهنا رفقة السيد الوالي والسيد نقيب هيئة المحامين بابن ملال والمسؤولين القضائيين والإداريين، توجهنا نحو قصبة تدلة لتدشين المقر الجديد، البناية الجديدة لقسم قضاء الأسرة، وهي بناية يمكن أن نقول بأنها تتوفر على كافة الخصائص والمواصفات لمحكمة ابتدائية قائمة بذاتها، غير أنه خصصناها لقسم قضاء الأسرة الذي يغطي حوالي 80 أو 60% من نشاط القضاء للمحكمة الابتدائية بقصبة تدلة، من قاعة جلسات ومكاتب العدول والمحامون ومكاتب المسؤولين القضائيين ومختلف التجهيزات التي تجعل حقيقة ظروف اشتغال أسرة القضاء من قضاة وموظفين ومحامين وعدول في ظروف جيدة، وبما يوفر النجاعة القضائية والفعالية وأيضا حتى ظروف الاستقبال ديال المرتفقين. فالشروع في العمل في هذا المركز ديال قسم قضاء الأسرة سيساهم في يعني تحويل تقريبا 60% من العمل ديال المحكمة الابتدائية، الشيء اللي غادي يجعل المحكمة الابتدائية تشتغل في ظروف أكثر نجاعة وفعالية، وهذا ما تبحثنا بشأنه مع المسؤولين القضائيين لما زرنا المحكمة الابتدائية في أفق القيام بواحد تهيئة جديدة لمزيد من التوسع في الفضاءات اللي يمكن يستعملها الموظفون والقضاة بكيفية تليق أكثر. وكانت هي مناسبة أيضا قمنا بزيارة لتدشين المعهد ديال التكوين المستمر لهيئة المحامين بني ملال، وهي بناية وضعتها الوزارة هنا إشارة هيئة المحامون أجل التكوين. تعرفون بأن الوزارة اللي هي جهة إشراف على الكثير من المهن المساعدة للقضاء، الوزارة لها اهتمام خاص بتأهيل وبتجويد الكفاءات ديال مختلف هذه المهن، من هنا الاهتمام بالتكوين المستمر. وبالتالي فإن المحامون باعتبارهم هم متدخلون أساسيون في المرفق القضائي، فكل تكوين مستمر وكل تعزيز القدرات من شأنه أن ينعكس على جودة الخدمات وعلى الولوج الأمثل للمواطنين للقضاء، وعلى أيضا يعني توفير كل المواصفات والخصائص ديال المحاكمة العادلة وحق الدفاع. لذلك فهذا الجانب ديال التكوين أيضا كان حاضرا في هذا البرنامج، بالإضافة إلى الجانب ديال التجهيز. وكانت مناسبة أيضا تحدثنا على الموارد البشرية بالنسبة للمسؤولين القضائيين، عبروا على واحد الكثير من الحاجيات اللي غادي ندرسوها باهتمام، وهذا يدل بأن الكل يشتغل في جو من الثقة المتبادلة ومن احترام ديال الاختصاصات ومن التعاون والتوجه نحو المستقبل. شكرا. لا تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.